ما كنتش فاكر ان ممكن اهون عليك للدرجه دي. ما تصعبهاش عليا يا بابا اكتر ما هي صعبه والنبي، انا فيا اللي مكفيني. انت فاكر ان خلفت ابن يعتمد عليه ويشيل اسمي وجيناتي ويحافظ على حاجتي من بعدي؟ والله انا طول عمري بعمل كده وانت عارف، انا كنت محافظ عليها جدا وشيلها جوه عينيا، بس اديك يعني اجيب لي صالح الفلوس بتاعته منين؟ ده مش صالح، ده فاسد وابن 60 كلب كمان. عندك حق، بس اوعد حضرتك اول ما اوصل للحقيقه هرجعها لك تاني. هتكون اتباعت، ودي حته ما فيش زيها النهارده. حقك عليا يا سياده المستشار. بص بقى، انا هدفع في العربيه دي 240,000 جنيه. ليه؟ هي توك توك. ليه يعني هي توك توك؟ يا سيدي السوق طالع نازل، طالع نازل. ما طول عمر السوق طالع بس يا عم فوزي، اشمعنى جه عندنا ونزل يعني؟ نصيبك كده. العربيه دي استخدام طبيب مش كده؟ ايوه يا سيدي، وانا الطبيب. تتكلم جد؟ اوريك قرنين النقابه يعني؟ لا لا ما تورنيش حاجه، بس العربيه متبهدله قوي، شكلها كده بتاع الطبيب شغال في مشرحه. الموديل بتاعها مات وشبع موت. انت شغال في مشرحه بجد؟ يا عم سيبك بقى في المشرحه وسيبك من اللي شغالين فيها، ما تركز في العربيه لو سمحت. بقول لك ايه؟ سيبك منه ويلا بينا احنا. لو سمحت خلينا ركز، ما تشوشرش عليا. يا سيدي ركز، بس انا هدفع 240 واصرف عليها 240,000 زيهم. يعني تبيع ذكريات ابوك كلها ب 240,000 جنيه. طب ابيعها يعني ب 250,000 يبقى كويس؟ يا سيدي ما جاتش على 10,000، ادفع لك 250,000. يا عم انا مش بكلمك انت. امال بتكلم مين؟ انت مالك انت؟ انا بحب اخد ودي مع نفسي كده، ايه مشكلتك؟ لا، خد ودي مع نفسك حتى مطلع الصباح. طب تصدق انا مش هبيع لك العربيه؟ يلا يا بابا. طب بابا مين؟ يا عم انت مالك؟ ما بكلمكش قلت لك. بقول لك ايه؟ اخر كلام 260,000. انت عارف حتى لو دفعت 300,000 جنيه برضه مش هبيع لك العربيه عشان ضحكتك المستفزه دي. رزل ده ايه ده؟